إذن حول الموضوع معنا عبر الهاتف مدير مكتب الأشغال في سقطرى عبد السلام سالم الجمحي. سيد عبد السلام، مرحبا بك معنا. بداية، ما آخر المستجدات بعد اقتحام ميليشيا الانتقالي لاجتماعكم مع المحافظ؟ أولا أقول حياكم الله ونشكر جهود كانت المهنية على اختفاء لما يشير في هذه المحافظة. حقيقة نحن اليوم دعونا من قبل الأخ محافظ المحافظة الأستاذ رمزي الحروس لعقد اجتماع المركز التنفيذي في هذه المحافظة. وأتينا طبعا بحسب العادة في الاجتماع، وكنا في لقاء وكنا نتسمع طبعا إلى الشاشة، وكان المحافظ يتحدث معنا وجميع مدراء مكاتب تنفيذية موجودين يعني تجاوزوا 32 مدير. فكنا ارتمغينا بعملية الاجتماع، فوجئنا مباشرة بدخول ضابط من القوات الخاصة في دار محمد مرشد، وبعد يتبادل طبعا ايضا اسمه علي الدكسري بن معاذ الدكسري اللي هو طبعا الان مدير من المحافظه طبعا ومتبع من مجلس الانتقال. نعم طيب، وما كنا نتوقع. نعم تفضل. نحن ما كنا نتوقع طبعا ان ياسر مثلا، احنا كنا نسمع في العاده ولا هناك اي اشكاليه، احنا مدير عام المحافظه ونشتغل الى جانب الدور. الاخ محمد مرشد طلب وقت الاجتماع، اتصل بالشباب وقالوا له يا اخي لماذا هذا الكلام؟ ايش المانع من ان نحن نجتمع؟ قال والله نحن عندنا توجيهات، طبعا توجيهات اسس طبعا من الاخ راس السلام. طيب وقالوا للشباب ايش المشكله؟ قال والله نحن يا اخي ممنوع الاجتماع. قلنا له يا اخي نحن نجتمع. فراح ومدح عمليه الفيروس هكذا وبدوا يشتغلوا مع لازم. الشباب قاموا واخذوا وحط داخل اسمه وحاولنا نجي بينهم و بسم الله. طبعا هو بالفعل نوعا ما شوي افضل من محمد مرشد. طبعا هذا محمد مرشد معروف عنه انه ولد يعني دائما يعمل اشكاليات، ليس وليد الاشكاليه حقه ليست وليد اللحظه. محمد مرشد دائما يعمل اشكاليات سواء كان هنا وكان داخل حضرموت وكان. طيب سيد عبد السلام، يعني الم يكن هناك موقف من المجلس الرئاسي خصوصا وان ما حصل من اقتحام لجلستكم بهذه الطريقه والذي كان اجتماعا عبر الزوم مع المحافظ، يعني اقتحام بهذه الطريقه شد وجذب من قبل العناصر التي دخلت الى موقع هذا الاجتماع، الم يكن للمجلس الرئاسي موقف بهذا الخصوص أو رد فعل تجاه ما قام به عناصر الانتقالي؟ والله يا أخي العزيز احنا نناشد وتحدثنا مع الأخ المحافظ وبلغناه بكل ما حصل داخل قاعة الاجتماع. أتوا المدججين بعساكر يعني شبه عملية نوع من الفورة يعني حمد لله. فاحنا نناشد المجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي ومناشد ايضا نوابه واعضاء مجلس الرئاسي ان مثل هذه الاشياء لا تخدم، ونحن الان الناس بحاجه الى ان يوصلوا الى حلول ومعالجات لانقاذ هذا البلد من هذه المحنه اللي تمر فيها اليمن. نعم. للاسف يعني مثل هذه الاشياء احنا مدرعمون ومداومون في مكاتبنا ونشتغل ونعمل، ما عندنا اي مشكله. نحن في الاخير احنا يمنيين وفي الاخير احنا نتكلم باسم الدولة، نحن نقول لك صراحة، نحن نتخاطب باسم الدولة، نحن مدراء عمرنا بنتبع الدولة. طيب سيد عبد السلام، الآن وأنت تناشد عبر قناة المهرية، هل سيكتفي مجلسكم بتوجيه المناشدات سواء للمجلس الرئاسي أو الجهات الأمنية الأخرى، أم أن هناك خيارات أخرى من الممكن يعني أن يقوم بها المكتب التنفيذي والمحافظ أيضا بخصوص منع هذه أو تكرار هذا الاختراق من جديد؟ نحن رئيس مجلس أعضاء مجلس الرئاسي أن مثل هذه الأشياء لا تخدم اليمن ولا تخدم المحافظات، ولكن عندنا غيرها من المحافظات. نعم. فنحن نتمنى من الأخ رشاد العليمي يوجه مثل هذه الأشياء، يوجه أنهم يعني يوقفوا هذا العجز وهذه الهمجية القوية اللي تمر في هذه المحافظة. احنا بلد مسالم، سقطرى معروف أنها محافظة مسالمة،
مش بحاجة إلى مثل هذه الأشياء. وصلت فكرتك إذا مدير مكتب الأشغال في سقطرى. نعم مدير مكتب الأشغال في سقطرى سيد عبد السلام سالم الجمحي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.